وبغيت نعرف واحد النقطة، ونظن حتى المشاهدين بغاو يعرفوا شنو اللي خلى عبابو الله يرحمه عنده هاد الكاريزما، حقاش عارف باللي عبابو كان كولونيل، وكانوا لي جينيرو احترموه. انا كنعقل اول ديفيلي كنا دوزناه في مراكش، وكنا كننتظروا الحسن الثاني، وكتعرف الحسن الثاني ملي كيجي سير تاع عمك صباح، كتعرف كيبقى كلشي كينتظر 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 كينتظر. واحد الوقيته كلشي عيا، كانوا لي جينيرو تما. واحد الوقيته الحسن الثاني جا على غفله، من جا وقع واحد الارتباك كاين لي جينيرو الارتباك، ما هو خرج كانوا كيعيطوا له بوتي نابوليون، خرج وطلب من الجيش كامل، قال الجيش الملكي تحت امري، هو اللي قدم الجيش للحسن الثاني، وخدا هذه المبادره علما بانه طبعا كانوا جنرالات، كان جنرال هو اللي خصو يقوم بهذا، وهو يعني كان نقول كان جري